بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت نوريكم اليوم الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أنا بتاريخ 25 نوفمبر 2011، قاعدين نقرأه في الرائد الرسمي ونلاحظه في الأوامر والقرارات. لاحظنا عدد التسميات والتكليفات من الخطط الوظيفية. أنا اللي قاعدة تو تصدر من الحكومة حاليا كل الأوامر والقرارات قاعدين يسميوا في رؤساء مصالح ورؤساء دوائر معتمدين، معناها ينهيوا في تكليف العديد من الأشخاص، وقاعدين يسميوا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة التربية. معناها شيء أنا شخصيا عمري ما شفت رائد رسمي بالطريقة هذه. فرشوا وزارة التجهيز، وزارة التخطيط والتعاون، وزارة أملاك الدولة. الحكومة هذه قاعدة تسمي وقاعدة قاعدة تعفي في ناس من مهامها ما نعرفوش بنا صفة، ونعرفوا كل اللي ما زال لهم من أيامات ويغادروا. فرش عن التكليف في وزارة العدل، صفحات كلها تكليف. تفرجوا معنا كل ناس قاعدة تستقيل وناس قاعدين يكلفوا وزارة الداخلية. شوفوا التكليفات والتعيينات في وزارة الداخلية. شوفوا الناس كل ما بعضنا، معناها صفحات كاملة تاع رائد رسمي، تكليف وتسميات في خطط وظيفية لإدارات ثانية في الدولة. هذا كل شكون قاعد يراقب فيهم؟ شكون قاعد يصح الهوام هذه؟ فرج هي كل في وزارة الداخلية. هذا وزارة المالية. وزارة المالية ما فيهاش حاجة كبيرة. وزارة الشؤون الدينية. هاي سيدي. وزارة الشؤون الدينية باش تخدم تسمي في العباد وتكلف في العباد. تو في الفترة الانتقالية علاش وشكون من العباد هذا كيفاش تم التسمية نتاعهم؟ ما ينجموش يصبروا حتى لين حكومة جديدة تشد الخدمة نتاعها. تفرجوا وزارة التربية. وزارة التربية سدوا بالكتيبة بالسلسلة ولا يعمل في جداول. جداول تسميات مندوبين جهوي للتربية. التسميات متفقدون المدرسة الابتدائية تما في تم ذكرهم في رتبة متفقد أول المدرسة الابتدائية. فرجوا القائمات. هذا كل فرد تقايا فرد رائد رسمي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل في السيد كذا كذا. وزارة التجارة والسياحة. وزارة الفلاحة والبيئة. ناس كنت تخدم مع بعض. سمي مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي الآتي ذكرهم على سبيل التسوية. سبيل التسوية. فرش. قائمات. هذه وزارة أملاك الدولة. كل على بعض. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. هذه الأوامر والقرارات اللي قاعدين يخدموا فيها تو. تسميات في خططه وإعفاء الناس من مهامهم. بعد نقولوا الاقتصاد مش يطيح. وزارة التجهيز، وزارة النقل، وزارة الصحة العمومية.
هذا كل شيء مش معقول. أو في هذا غايد رسمي تاريخ 29 نوفمبر، نذكروا لهذا تاريخ 25 نوفمبر بعد 3 أيام، بعد 4 أيام. أو التسميات، أو التسميات هذه وزارة المالية هاي جات توا. أو التسميات الوزارة الأولى هي 29 نوفمبر كما قلنا. التسميات أنا اللي يحب يعرف هاو الصفحة وهاو التاريخ. هاو وزارة المالية كل تسميات، كل تكليف وتسميات في خطط وظيفية جديدة. الأمور هذه كان لازم تصبر حتى الناس ياخذوا مكانهم، الناس تبدأ تخدم على قاعدة تاعها. شنو الغاية من السرعة هذا والتسرع هذايا في التسميات الوظيفية في كل وزارات، في كل وزارات. عاوز التربية مرة أخرى، أو تسمية جديدة. أو ملك الدولة، شو العقارية. كل في السيد كذا كذا. كل هذا، تفرجوا الصفحة هذه، شنو هي الوزارة هذه؟ وزارة التجهيز. وزارة التجهيز صح عليهم في المبزر. صفحة كاملة، فرش صفحة كاملة، صفحتين. صفحتين تسميات في خطط وتكليفات وكذا. هاي الخد هاو ما بعد الخير مازال قدام. راه فرجوا يا شباب تونس، فرجوا. وزارة الصحة اظن ما نقولوش كانوا وفين كانوا وما نعرفش شنو فرجوا. ولذلك نداء للخيال كل هذا اش قاعد يصير في الاداره التونسيه تو. الناس خايفين، فاش قاعدين معناها يعملوا شيء غريب ونقطه استفهام. وهذه رساله الى الحكومه الجديده، يحتمل اعاده نظر في التسميات الكل. بارك الله فيكم.